سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تطبيق الواتساب تحديد. قم بضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بضغط هنا على الواتساب خاص بكم، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على إيقاف الإجباري، ثم سوف نقوم بضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بضغط هنا على مكان التخزين، ثم سوف نقوم بالبحث هنا عن بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق واتساب. سوف يظهرنا على هذا الشكل، وعندما تجدون هنا التحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم واتساب. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.